نجيب سويرس الرئيس التنفيذي لشركه اورا العالميه. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر اكيد الساده الحضور والنجوم اللي شرفونا النهارده. اكيد يعني ان شاء الله تكون بطوله ناجحه ونقدر نكتشف مواهب، عندنا مواهب مصريه كتير وان شاء الله نقدر نطلع كم مواهب يفيدنا في المرحله اللي جايه. بشكركم اكيد شكرا جزيلا. خلينا نقطه خضراء جديده في مصر هنا، فعايز اشكره، عايز اشكر لعيبه مصر الكبار كلهم اللي شرفونا بحضورهم النهارده، و صديقي العزيز اقول اسم الشركه ولا اقول اسم I want also to thank all of you who came all the way to join in this tournament, and I hope you fell in love with our country Egypt, which we are in love with being Egyptians anyhow. So I hope you had a great time and a great tournament, and we hope to see you all these coming years when you grow up and become really professional players.